أحلامنا احلم تخيل تمنى، في الحقيقة تبدأ بحلم، حلم واقعي ممكن التحقيق. عموما مشاهدينا الأحبة، احنا منزلنا مستمرين ومتواصلين معاكم في برنامج قهوة الصباح، نطلب بكم من محطة إلى أخرى، أيمن كان معاه إنجاز رياضي جميل، وإحنا أيضا نواصل معكم استعراض الإنجازات لأبناء السلطنة المجيدين المجتهدات في مختلف المجالات. معانا الطالبات وجدان بنت سعود الندابية، طالبة بمدرسة أم هاني للتعليم الأساسي، حياك الله وجدان وصباح الخير. وأيضا معانا أروى بنت ناصر الجندابية، طالبة أيضا بمدرسة أم هاني للتعليم الأساسي، صحيح؟ يا مرحبا بك يا أروى. طبعا حققا على المركز الأول عالميا في برنامج جلوبال بي إي الذي طبعا ممثلة في وزارة التربية والتعليم، سعادة جدا بوجودك اليوم معنا. أهلا وسهلا وجدان وأروى، طبعا مشرفين اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. في البداية خلينا نعرف أنتم في أي صف؟ صف التاسع. صف التاسع. طيب نتكلم أيضا عن فكرة مشاركتكم في مسابقة جلوب البي إي العالمي. والله كيف جاءت الفكرة بالضبط أنكم أنتم تشاركوا في هذه المسابقة؟ نحن كان عندنا شغف في علوم البيئة وقدمنا أفكار للبحث يعني، واختارتنا الأستاذة يعني عشان مثل فريق جلوب في المدرسة. وكانت مشاركتنا في البحث إن كنا نحن أكثر شيء نقدم أفكار للبحث، وكنا أنا وأروى معنا بنت اسمها رسام. جميل يا مرحبا. أروى بنت ناصر الجندانية، صحيح؟ جندانية. أروى يعني البحث اللي شاركتوا فيه بالتحديد إيش العنوان كان؟ دراسة فعالية استخدام الروب في تسميد النبات وتأثير على الماء والتربة اللي تنمو عليها. إيش اللي خلاكم تختاروا هذا الموضوع؟ ما رحتوا والله لموضوع آخر أساسا؟ نحن في ولاية سمائل نعاني من وجود هذا النبات بكثرة، وكانت البلدية دائما تقوم بقطعه أو حرق فيما لا فائدة فيه، ولكن نحن قررنا في البحث فيه وسبب تواجده وما فائدته في تلك البيئة التي ينمو عليها ودراسته واستغلاله في الفائدة التي يمكن أن تفيد البيئة في المستقبل. نعم جميل. أروى يعني هي المنافسة كانت جدا قوية وعالمية وأنتوا حصلتوا على المركز الأول في هذه المسابقة، خلينا شوية نتكلم أيضا عن الخطوات العلمية والعملية اللي عملتوها في المدرسة حتى أنكم تعملوا هذا المشروع. أول شيء نحن قمنا بالبحث عن هذا النبات، ويعني توصلنا أن هذا النبات يعني إلا قدرة أنه يمتص العناصر الملوحة والحموضة. وبعدين قمنا بغرس 4 شتلات من نفس النبات وقمنا بمراقبتها لمدة 3 أسابيع. كانت 4 شتلات من الطماطم، كانت الأولى فيها سماد، أما الثانية كان فيها السماد والنبات الروغ، أما الثالثة كانت بدون شيء، والرابعة كانت بالروغ فقط. من خلال مراقبتنا كان اللي فيها الروغ بس كانت هي الأسرع في النمو. بعدين نحن يعني توصلنا إنه هذا يعني يستوي يستخدمه كنبات كسماد. وبعدين قمنا بمقارنة موقعين، الأول كان في نمو في الروغ واجد، أما الثاني فكان بعيد عن منطقة نمو الروغ. وتوصلنا انه اللي فيه الروغ، المكان اللي فيه الروغ كان الماء والتربه كان اكثر يعني موصليه وحموضه وملوحه، ويعني توصلنا انه هذا النبات يعني يقدر انه يمتص الملوحه من الماء والتربه. نعم. طيب اروى، كل اللي ذكرته قبل قليل وجدان ما توصلتم اليه اساسا في هذه الخطوات العمليه والعلميه، انا اريد اسالك عن جانب الثقافه في هذا الموضوع، يعني هل انتم قراتوا كثير في هذا المجال بحيث أنه أهلكم ذلك إلى أنكم تحققوا هذا الإنجاز؟ نعم قرأنا فيه جدا وبحثنا، حتى في سألنا شركة البيئة والبلدية فيما اللي يشتغلوا فيه. أيوة. في نفس المكان وسألنا إيش سألتهم بالضبط؟ يعني نعرف علشان نعرف إيش هم يسويوا به، يعني هل يستفيدوا مننا أو لا. وبالطبع اكتشفنا انهم هم كانوا يقطعوا ويحرقوا. ممتاز. ونحن يعني ما كان منه فائده اصلا، صحيح؟ طبعا. ممتاز. لكن نحن قررنا دراسته وبحثنا كيف هو ينفع انه يفيد البيئه، في نفس الوقت يكون مثال حال المجتمع العماني ويمكن يستفيد منه. ونحن قرانا في عده مواقع مثل ويكيبيديا وهذه الاماكن. نعم. طيب
يعني وجدان من خلال عملكم لهذا المشروع، هل فقط اعتمدتوا على النبات وايضا الماء او هناك ادوات اخرى خامات طبيعيه استخدمتوها في عمل هذا المشروع؟ اول شيء نحن لما يعني كنا في التربه كنا نستخدم ادوات كثير عشان نقارن بين التربه في الموقعين. نعم. استخدمنا جهاز البي اتش عشان الحموضه، هذه الالات الحديثه والاجهزه الحديثه. أيوة. واستخدمنا مع الشفافيه، العمود الشفافيه. نعم. واستخدمنا عشان الميزان. نعم. واستخدمنا ايضا مقياس الحراره. جميل. هذه هي الاجهزه والالات اللي اعتمدتوا عليها في العمل في هذا المشروع. ممتاز. طيب أروى، أريد أسألك أيضا، الحين أنتم حصلتوا المركز الأول عالميا، أول شيء على كم دولة مشاركة في هذه المسابقة العالمية؟ 117 دولة أنتم حصلتوا على المركز الأول. أنتم الحين حصلتوا على هذا المركز بناء على الفكرة المقدمة أو لا على البحث والإتقان أساسا في صياغة محاورة تماما؟ هو يجمع بين الاثنين. مع الاثنين. ممتاز. فانه اول شيء فكره البحث كانت جدا جميله، وكان البحث متقن، حتى لما سلمنا كان بعض الدول تريدها باللغه الانجليزيه، كانت اللغه الانجليزيه في البحث متقنه جدا ورصينه. يعني حولتوها الى الانجليزيه؟ نعم، كان باللغتين العربيه والانجليزيه لباقي الدول والدول العربيه. نعم، جميل. طيب يعني ايضا وجدان، لو نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتوها في عمل ايضا المشروع من البدايه الى النهايه، اكيد في وايد صعوبات من خلال هذه الضحكه الحلوه والابتسامه. كان ضيق الوقت، كان ضيق الوقت قليل، وانه نحن كان لازم نوازن بين الدراسه وبين المشروع، وانه كان بعض الاوقات حتى في الاجازه كنا نشتغل. لكن الحمد لله. هل التجربة نجحت من أول مرة ولا لا؟ أيوة، من أول مرة. من أول مرة ما شاء الله نجحت. أيوة. لكن يعني لازم بذلنا مجهود كبير، لكن الحمد لله النتيجة كانت شرف. وين كان مقر إعلان الجائزة والفائزين يا أروى؟ ولحظة الفوز كيف كانت مشاعركم لما تم الإعلان أنه من سلطنة عمان في طالبات هن من حصلنا على المركز الأول؟ كان في برنامج لوب العالمي، وكان إعلان الفوز عن طريق بث مباشر. وحصلنا بعد جهد مبذول وتعب، حصلنا على المركز الأول بفضل الله ثم فضل الأستاذ نوار، ونحن نشكرها جدا على هذا التعب. تحية طبعا. نعم. أنتم وين كنتم موجودين لحظة إعلان النتائج؟ كنا طالعين مع الأهل. مع الأهل. هو عن طريق الأونلاين، البث المباشر. مثل ما ذكرتي عن طريق موقع معين، دخلت الموقع على طول صح ولا لا؟ نحن ما كنا اصلا داخل الموقع، وما عندنا ابدا، ما كان لنا خبر انه في ذاك اليوم سيتم الاعلان. راح يتم الاعلان. طيب على كيف عرفتوا؟ بالاهل، الاستاذ ارسلت اهلنا. ايوه. وكان مفاجاه جدا كبيره من اهلنا ان جبنا المركز الاول على مستوى العالم. فكيف صفي لي المشاعر ذيك اللحظه لما تم احد من الاهل خبروك انه والله انتم حصلتوا على المركز الاول، كيف كانت المشاعر لحظتها؟ مشاعر لا توصف، كنا فرح شديد كبير بعد ذاك التعب والعناء، قمنا بانجاز كبير، وهذا ليس على مستوى عمان فقط، على مستوى العالم. ففرحنا وفرحه الاهل كانت جدا كبيره، وكان ايضا اقاربنا وزملائنا واصدقائنا كانوا يهنونا، وكان الهدايا واصلة طبعا. جميل. جميل. موفقين ان شاء الله. وجدان بنت سعود الندابية، طالبة بمدرسة ام هاني للتعليم الاساسي، وايضا اروى بنت ناصر الجلندانية، طالبة بمدرسة ام هاني للتعليم الاساسي، موفقين. وبالفعل من حق السلطنة اساسا انك تفتخر بمثل هذه النماذج الرائعة. شكرا لكم، موفقين ان شاء الله في مسابقات ايضا اخرى دولية حتى لو كانت ايضا محلية. شكرا. إذن مشاهدينا، نحن نستمر معكم في قهوة الصباح وأيضا في محطاتنا الحوارية. محطتنا القادمة عن إيش راح تكون؟ محطتنا القادمة ستكون متابعة مستمرة. إحنا مثل ما بدأنا أيضا من الأسابيع الماضية تغطية كل التفاصيل المرتبطة بملتقى المحافظات، مبادرة كل عمان، هذه المرة من طبعا محافظة شمال الشرقية.
لمعرفة حلقات العمل لمحاور الرؤية المستقبلية عمان 2040 بهذه المحافظة. ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام يحيى بن محمد البوسعيدي، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ شمال الشرقية. أستاذ يحيى، سعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامجنا عبر هذا الاتصال الهاتفي، وأهلا ومرحبا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم أخي الفاضل، ونحن سعداء بهذا التواصل. نعم، حياك الله أستاذ يحيى، وإحنا دائما نطوف يعني ربما من محطة إلى أخرى، من محافظة إلى أخرى، اليوم في محافظة شمال الشرقية. تحدثنا أيضا عن تفاصيل هذه الملتقيات وهذه الحلقات التي أجريت في إطار هذه المبادرة هناك بهذه المحافظة. في الحقيقة تحتضن جامعة الشرقية اليوم هذه المبادرة عمان 2040 في رحاب جامعة الشرقية، محطتها السادسة. هذه المبادرة هي مرتبطة بالنهج التشاركي الذي أولاه حضر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رعاية كاملة، وهو كذلك نهج تكاملي، وواضح هذا من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة. اليوم لدينا اليوم ما يربو على 300 مشارك في هذا اللقاء، يمثل جميع أطياف المجتمع من أصحاب سعادة ومشايخ ومواطنين وطلبة كليات وطلبة جامعة الشرقية وطلبة الكلية التقنية ومعاهد التمريض وطلبة من تعليمية شمال الشرقية ورجال أعمال ومن جمعيات المرأة العمانية ومن الأندية الرياضية، فيمثل طيف واسع ومتعدد ومتكامل من جميع الجوانب المختلفة. هذا الطيف المتكامل بما لا ريب فيه سيكون له دور كبير في إثراء هذه المحاضر المختلفة وفي تجويدها. هذه المبادرة أخي الفاضل تتمحور حول 3 محاور أساسية. نعم. المحور الأول هو محور الإنسان والمجتمع. هذا المحور، محور الإنسان والمجتمع، ينطلق من 3 ركائز أساسية وهي مرتبطة بالإنسان ومرتبطة بالمجتمع. جميل. أولها تعزيز الرفاه الاجتماعي. نعم. من خلال إرساء مبدأ العدل والمساواة وتمكين المرأة والاهتمام بالمسنين والأطفال ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة. ممتاز. بحيث يتم الاهتمام بجميع الجوانب المختلفة. الركيزة الثانية المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع هي المحافظة على الهوية العمانية والتراث العماني، هذا التراث الضارب في أعماق التاريخ. نعم. وهذه الهوية العمانية التي يحافظ عليها والتي تظل باقية وثابتة في هذا الجانب من خلال محور الإنسان والمجتمع وما يتم طرحه في هذا الجانب، إضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب ومن خلال التأهيل ومن خلال اللقاءات المختلفة والبرامج المتعددة، بما يكفل لهذه الكفاءات الوطنية المتميزة أن تسعى وأن تكون قادرة على القيادة والإدارة في جميع. نعم. الجوانب المختلفة. ممتاز. نعم الأستاذ يحيى، يعني هناك ركائز 3 مثل ما ذكرت رئيسية جدا في هذه المبادرة الأول. ولكن أنا سؤالي أيضا تحديدا عن دور أبناء هذه المحافظة وأيضا المحافظات الأخرى في رسم واقع المجتمع وصياغة أيضا مستقبله المشرق بإذن الله تعالى. جميل أخي الفاضل، من الآن لدينا في هذه اللحظات يوجد حلقة نقاشية، من خلال الحلقة النقاشية تم رفض مجموعة كبيرة من الآراء والمنطلقات والمقترحات التي تتميز بها المحافظات المختلفة والتي يسعى القائمون خلالها والحاضرون إلى إبراز ما تتميز هذه المحافظة به أو تلك وما تحتاجه، سواء في جوانب الاقتصاد أو التنمية أو جوانب التطوير وما شابه ذلك. على سبيل المثال في شمال الشرقية يوجد جوانب كثيرة مرتبطة بالجانب السياحي وكيفية تفعيلها وكيفية استقطاب السائحين. متاز. كذلك توجد لدينا حارات قديمة، توجد لدينا قلاع وحصون، توجد رمال الشرقية وغير، توجد لدينا برك معية وغيرها من الجوانب التي ترفد الاقتصاد الوطني في هذا الجانب. كذلك من حيث عملية استقطاب الاستثمارات بحيث تكون استثمارات متوزعة ومتنوعة في جميع محافظات السلطنة، بما يكفل خلق وظائف لجميع أبناء المحافظات المختلفة وتفعيل الجانب الاقتصادي والجانب التنموي. وفي الحقيقة هذا سؤالك أخي الفاضل هو مرتبط بالمحور الثاني في هذه الرؤية،
الرائعة، وهو محور الاقتصاد والتنمية، حيث هو يركز على تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كما يركز على تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات المختلفة، ويركز على استدامة البيئة، ويركز على الاستثمار في البيئة التحتية من خلال إيجاد نظام عمراني متكامل في جميع المحافظات المختلفة في ربوع عماننا الحبيبة. جميل، شكرا لك دكتور يحيى بن محمد الوسعيدي، مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظة شمال الشرقية، شكرا لك. هذا ما يميز بالفعل هذه المبادرة، مبادرة كل عمان 2040، أن الشاب هو من يخطط ما يريد مشاهدته هنا في السلطنة الحبيبة. نعم، والجميل أن هذه المبادرة أيضا تتجول وتطوف أيضا في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، كدليل واضح على أنه أعلن الشاب العماني قادر فعلا باتخاذ القرار إلى جانب أيضا متخذيه، وتفاعل جدا كبير أساسا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. إذا مشاهدينا نتواصل معكم في قهوة الصباح، الآن رح ناخذ فاصل وبعدها إن شاء الله رح نتواصل معكم، كونوا معنا.